السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ اتمنى يا رب دايما تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية دايما يا رب. في فيديو النهاردة بإذن الله انا هكلمكم على اسم عظيم جدا جدا جدا. اقرأ هذا الاسم قبل نومك وانتظر بإذن الله الخير الكثير جدا. شاهد بعينك إن شاء الله كيف سيقضي الله حاجتك وسييسر أمورك بإذن الله ثم فضل هذا الاسم العظيم. طبعا يا جماعة الاسم اللي هكلمكم عليه النهاردة وهو من أسماء الله الحسنى، والاسم ده يعتبر أكتر اسم من أسماء الله تعالى الحسنى أنا قرأت عنه تجارب خاصة بقضاء الحوائج. يعني أنا قرأت عن تجارب أسماء الله تعالى الحسنى كتير، بس الاسم ده انا ما شفتش مثيل ليه في قضاء الحوائج وفي تيسير الامور. الاسم ده يا جماعه عظيم جدا 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 بجد، لدرجه انه كان اللي بيردده دايما، يعني كان بيستمر على ترديد هذا الاسم دايما، كان بيساعده في علاج الحزن وزوال الهم. يعني لو انت كان عندك هم، او ده نصيحه انا بنصحها لكم كاخ، لو انت عندك هم او عندك ضغط في حياتك او عندك مشاكل كتيره مش عارف ان انت تواجهها او تخرج من المشاكل اللي انت فيها دي، اقرأ هذا الاسم باذن الله وشوف كيف يزيل الله تعالى حزنك ويزيل همك ان شاء الله ثم بفضل هذا الاسم العظيم. فهبدا ان شاء الله في ذكر الاسم، بس قبل ما ابدا اتمنى لو انت جديد في القناه تشترك في القناه، ولو انت معايا قديم في القناه اضغط على زر اللايك وادعي لي دعوه في التعليم بالتوفيق. ويلا بينا على طول يا احبابي نبدا في ذكر التفاصيل والاسم ان شاء الله. طبعا يا جماعة الاسم اللي هكلمكم عليه النهاردة بإذن الله هو اسم الله تعالى الوهاب. اسم الله تعالى الوهاب من الأسماء العظيمة جدا، من أسماء الله الحسنى العظيمة جدا، وورد هذا الاسم العظيم في القرآن الكريم في كذا موضع. ومن المواضع اللي ورد فيها هذا الاسم العظيم اللي هو اسم الله تعالى الوهاب في سورة آل عمران، بسم الله الرحمن الرحيم، إنك أنت الوهاب، اللي هو الدعاء اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فهذا الاسم ورد في القرآن الكريم في أكثر من موضع. وهذا الاسم معناه المعطي الوهاب، أي الذي يعطي بسخاء وكرم، والذي يعطي بغير سبب وبسؤال أو بدون سؤال. يعني الله تعالى بيعطي العباد بكرم، وفعلا أنت لو لاحظت في اللي حوالينا دي هتلاحظ أن الله تعالى بيرزق العباد مش عشان العبد مثلا يستحق هذا، لا، ولكن بيعطي بكرم. الله تعالى كريم علينا جدا، كريم علينا أكثر مما تتخيله وأكثر مما تتوقعه. وهذه الفائدة إن شاء الله عبارة عن لو أنت عندك بعض الحاجات أو بعض الأهداف، يعني الفائدة دي ركزوا معايا بقى موجهة لأي شخص عنده بعض الحاجات أو بعض الأمنيات أو بعض الأمور اللي نفسه يحققها، ومفيدة جدا لأي شخص عايز الله تعالى يمن عليه برزق أو يفتح له بابا من أبواب الرزق. أو مفيدة جدا هذه الفائدة أيضا يا جماعة وأكثر إفادتها زي ما قلت لكم لقضاء الحوائج. يعني أنا مثلا كعبد الله أو أنت كشخص عندك حاجة أو عندك هدف أو عندك أمنية، بتردد هذا الاسم بالطريقة اللي أقولها لك إن شاء الله، وبإذن الله هتلاقي تيسير الله لك في تحقيق هذا الهدف أو هذا الأمر، بس بشرط إن أنت بعد ما تعمل الفائدة وتطبقها على طول تاخد بالأسباب، وده شيء مهم جدا 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 يا جماعة. ان انت بعد ما تطبق الفايده وتعمل اللي انا اقوله لك تاخد بالاسباب على طول. يعني انت عملت الفايده النهارده تاخد بالاسباب بعدها وتبدا حتى لو بخطوه صغيره، وشوف باذن الله البركه اللي هتبقى حل عليك وحل على كافه جوانب حياتك بعد ما تقرا وبعد ما تفعل هذه الفائده. وهذه الفائده يا جماعه هي لاي حاجه مهما كانت، يعني الحاجات صعبه لحاجات سهله، حاجات مستحيله، ويجوز في هذه الفائده ان انت تطلب حاجه واحده، ويجوز في هذه الفائده ان انت تطلب من الله تعالى اكثر من حاجه. يعني ممكن تطلب حاجة واحدة وممكن تطلب أكثر من حاجة. وهذه الفائدة أنت كل اللي هطلبه منك أن أنت هتعملها قبل نومك. والفائدة دي يا جماعة لا يشترط فيها يوم معين، يعني ممكن تعملها في أي يوم، بس يشترط والأفضل فيها أن أنت تعملها لمدة 7 أيام متتالية أو متواصلة. يعني 7 أيام متواصلة تعمل فيهم الفائدة. طيب لمدة 7 أيام متواصلة كل اللي هتعمله أن أنت هتيجي قبل نومك، وأولا بتقرأ سورة الإخلاص 21 مرة وأنت متوجه للقبلة قبل ما تنام على طول. تقرأ سورة الإخلاص 21 مرة، بعد كده تقرأ اسم الله تعالى الوهاب وتقول يا وهاب 777 مرة. معلش أنا عارف إن العدد كتير بس والله الفايدة قوية جدا يا جماعة. 777 مرة يا وهاب. بعد ذلك ترفع يدك هكذا ثم تدعو الله تعالى بما تريد، وتدعو الله تعالى بحاجاتك وأمنياتك وأهدافك وما تريد أن ييسر الله لك حتى تحققه. وبعد ما تخلص على طول تنام مباشرة. وتستمر على الامر ده لمده 7 ايام. انا عايز اقول لك باذن الله ان النتيجه والبشرى هتبدا من اول يوم، بس استمر عليها لمده 7 ايام، ادعو الله بحاجه او اكثر من حاجه،
وهتدعي لي بإذن الله بعديها وأنا واثق من الفايدة دي. فبس كده يكون الفيديو خلص، أتمنى تكونوا استفدتوا منه. طبعا زي ما احنا متعودين كل تفاصيل الفايدة أنا كاتبها في صندوق الوصف، وبكده يكون الفيديو خلص. أسأل الله أن يوفقكم يا رب ويحقق لهم كل ما تتمنوا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.